تعبنا من الدراسة، فقلت ليش ما أكافئ حالي وعطول البست، وأجاني صاحبي وقررنا نروح نحضر فيلم بالسينما. وطبعا أهم إشي اشترينا البشار ودخلين نحضر الفيلم، ولا لقينا إعلان لـ99 جريل، ولا مش إحنا اللي مركبين الفيديو، أعوذ بالله. وعلى طول بدون تفكير سحبنا حالنا وسحبنا على الفيلم ومتجهين للمطعم. مياو الكرش أهم من السينما. وقررنا نجرب 3 سندويشات أسطوريات بدون مبالغة، واحدة هوت دوج وواحدة شريدد بيف، مع هوت دوج وواحدة شريدد بيف لحال مطبوخة بحدود 20 ساعة، وعلى فكرة الكمية محدودة. سيبك من الأفلام، بس ناكل.